السلام عليكم. فهاد البلاصة اللي جيت فرشت فيها كاين واحد السيد واحد الإيطالي داير هاد لي بلونط، هادو هاد لي بلونط عرفتو شنو؟ هادو هما اللي كياكلو الحشرات. شفتو كيفاش كتدخل هنا الحشرة كياكلها؟ سبحان الله العظيم. كاين أنواع، كاين هاد النوع هذا الصغير، كاين هذا حتى هو سبحان الله. هذا اللي عجبتني قال لي مولاها كتكبر بزاف كاع هاد النوع هذا، كتدخل هنا الحشره كتحصل. حيت هادو كانوا في امريكا في الصحراء، ما كيلقاو لا ما لا والو، وباش يتعايشوا كانوا كياكلوا الحشرات. الحشره اللي نزلت كانت هي كلها كتسد عليها. شتي كيفاش كتحط هنا كتسد عليها وكتبقى مصفاها، فهمتي؟ هادشي اللي كاين سبحان الله العظيم في خلقه شؤون. والسلام عليكم.